مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الخريف من عام 2022، طبعا اللي يمثل شهر 10 و11 وتقريبا شهر 12. نتوقع بشكل عام الوضع يكون خريف جاف نسبيا بوجه عام، لكن يتخلل بعض فرص الأمطار أحيانا، وهذا واضح من الخارطة الجوية هون أن الطقس أدفأ من المعتاد، فرص أمطار أيضا في فترات متباعدة وأيضا كميات الأمطار أقل من المعدل. أيضا هناك تباين كبير على درجات الحرارة في بعض فترات، هناك فرصة لبعض الزخات أيضا العشوائية خاصة شرق المملكة، طبعا هاي تنتج من حالات عدم الاستقرار الجوي، لكن هناك ضعف في الحالات الجوية الماطرة حتى كانون أول على الأقل، يعني حتى شهر 12 تقريبا في هناك فرص الأمطار قليلة. أما بالنسبة لشهر تشرين أول اللي هو شهر 10، نتوقع أنه درجات الحرارة تقريبا تكون حول المعدل في الأردن، مع فرصة لسقوط زخات عشوائية من الأمطار خاصة في شرق المملكة، وأيضا يتوقع أن يتواجد مرتفع جوي على أجزاء من شمال أوروبا، يؤدي ذلك إلى امتداد أكبر للكتل الهوائية معتدلة الحرارة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا نحو غرب القارة الأوروبية، بالتزامن مع استمرار تواجد المرتفع الجوي في وسط وشمال شرق الجزيرة العربية، يعني ذلك زيادة درجات حرارة حول معدلاتها في الأردن مع فرصة لبعض الزخات في أجزاء عشوائية من شرق المملكة وبلاد الشام. أما شهر 11 اللي هو تشرين ثاني، نتوقع أيضا درجات حرارة حول إلى أعلى من المعدل في المملكة مع عدم توقعات بهطول أمطار هامة. أيضا يسيطر مرتفع جوي على شمال وشمال غرب أوروبا، بينما تسيطر كتل هوائية أقل حرارة في وسط وجنوب غرب أوروبا، بالتزامن مع امتداد المرتفع المداري نواحي الجزيرة العربية، ويؤدي ذلك إلى تموضع لكتل هوائية أكثر حرارة نواحي الشرق، نواحي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بحيث تسود أجواء أكثر حرارة وبخاصة في المناطق الشرقية من المملكة. أما شهر 12 شهر كانون أول، فأيضا نتوقع درجات حرارة حول المعدل في الأردن مع فرصة لزخات عشوائية من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية من المملكة. أيضا يتراجع المرتفع المداري عن شرق ووسط الجزيرة العربية، بالتزامن مع بداية اقتراب منخفضات جوية نحو وسط وجنوب القارة الأوروبية ونواحي أجزاء من غرب تركيا، ينتج عنها سيطرة أجواء معتدلة في بلاد الشام والأردن عموما، وبلاد الشام عموما والأردن خصوصا، مع درجات حرارة حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام، وقد تترافق مع بعض الأمطار المتفرقة في أجزاء من بادية الأردن والشام. هذه هي الوضعية الجوية. إذن نتوقع خلال فصل الخريف درجات حرارة تقريبا حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل، وأيضا كميات أمطار تقريبا أقل من المعتاد وفي فترات متباعدة. نتمنى للجميع أيضا خريفا إن شاء الله يكون في أمطار كميات كويسة وأجواء مريحة للجميع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.